فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة. ها، هذا الدعاء سبب لرد البلاء، لكن يكثر منه، يكثر منه. وين هذا؟ أبو حفص ليه زوج أبو حفص؟ الله يجعله زوجة صالحة. شباب المسلمين، ابدأ دعاءك يا حبيبي، دعاء ربي إني لما أنزلت إليهم خير فقير، تكتمك عن مواظب عليها. يا إلهي يا إلهي، ليس يخفى الحال عنك، كلهم يطلب منك مني وأنا أطلب منك، لك تواظب عليها. أبدا ما واظب عليها هذه إنسان إلا ربي فرج همه. ربي إني لما أنزلت إليهم خير فقير، تكون خائفا يؤمنك الله، تكون جائعا يطعمك الله، تكون عزبا يزوجك الله سبحانه وتعالى. يا إلهي يا إلهي، ليس يخفى الحال عنك، كلهم يطلب مني وأنا أطلب منك. أبدا. واحد يسكن في الرياض، هذا صاحبك الله يحن عليه، أبو فواز هذا شمسين، يريد الزواج، ما عنده مال. أبوه قال له كيف أنا أزوجك ما عندك مال؟ قلت له طب اجمعني بأبيك، جمعت اجتمعت بأبي، قلت له أخي أنت فقط ارضى عليه وادعو له، ما حنطلب منك شيء، خلاص الله بيتكفل. قال له بسم الله الرحمن، طالما ما في دفع مال روح الزواج. والله ربي عز وجل يسر. القاضي الذي كتب عقد له العقد النكاح في الرياض أعطاه هدية 7000 ريال سعودي، بدأ العطاء. أبدا، يوم قبل زواجي بأيام يريد أن يشتري أثاثا للبيت. صاحبك هذا يا أبو حفص هذا ختنوك، نعم، كذلك عنده أغراض ب20,000 ريال، باعوا يهن 3,000 ل4,000 ريال. يلا بسم الله. قال لي والله بقيت غرفة عندي ما فيها عفش، عند الزواج له عمة بدي تسافر على أمريكا، عند غرفة ضيافة كلها هي طقم كنبات، خذها لي. تمام يلا بسم الله، تم الأمر. لكن إيه؟ يقين، مواظب على الدعاء، مواظب على الدعاء. فالدعاء سبب لرد البلاء. نعم. فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن الترس سبب لرد السهم. الله أكبر، ما أبلغ الإمام الغزالي تشبيه، ما أجمله. كما أن الترس سبب لرد السهم، السهم وجه إليه سيدي بالترس، هكذا اتقى السهم. قال له لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه ثاني وثالث ورابع. نعم. وكذلك الدعاء عندما تدعو مثل الترس. ورد الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي واظب على قراءتي، قال فكأنما على رأسه قبة من نحاس. الذي يقرأ ورد الإمام النووي كل يوم، كل يوم يقرأه، كأن على رأسه قبة من نحاس ما يصل عليه أذى، لا سكين ولا رصاص ولا سهم ولا قبة من نحاس، حصن محصن هذا. نعم. كما أن الترس سبب لرد السهم، والماء سبب لخروج النبات من الأرض. الله أكبر، ما أعظم هذا التشبيه، والماء سبب لخروج النبات من الأرض. أبدا. في الآن بذرنا، ولكن هذا يحتاج إلى ماء. وكذلك أنت هذا الدعاء سبب، شو سيدي، للرحمة، استجلاب الرحمات والعطيات ودفع البلاء. نعم. فكما أن الترس يدفع السهم فتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان. نعم. قالنا حديث روى الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك مرفوعا: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع فيما نزل ومما نزل، مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل، ينزل بلاء نازل، فيتلقاه الدعاء يعتلجان إلى يوم القيامة، يعتلجان إلى يوم القيامة. خلاص حفظ من هذا البلاء بسبب إيه؟ بسبب الدعاء. نعم.